واعطوا رجب حقه بصدق الاستغفار، واللجاء إلى الكريم الغفار يكفر الذنوب والأوزار، فإنه لغفار لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا رب لا تجعل في ديارنا أحد في هذا الشهر من صغير ولا كبير إلا داخل في دائرة من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فننال مغفرتك يا خير الغافرين. وويل لبيوت يدخل رجب ويخرج ولم يغفر لهم رب رجب، لم يغفر لهم رب، ويل لتلك البيوت. لا أحسنوا الاستغفار ولا استغفروا لا بالنهار ولا بالأسحار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومصرين، هذا مصر على قطيعة رحم، هذا مصر على عقوق والدين، هذا مصر على إيذاء جار، هذا مصر على غش، هذا مصر على نظر حرام كل ليلة وعينه يلعب بها في الحرام، والله خلقها ليتقيه بها، ليتقيه وليعدها لرؤية وجوه الأنبياء ووجوه الصديقين في دار الكرامة، لا يلعب بها في الحرام فيحجب عن هؤلاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. الله لا يجعل في ديارنا إلا من يغفر لهم ومن ينالون المغفرة في شهر الكريم. فرد من بين الأشهر الحرم الأربعة المكرمة، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن يدخل رجب ويخرج وهو مصر على غفلته ظلم نفسه، ظلم نفسه، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهكذا يوفق الله من يشاء، والله يجعلها ساعات عطاء وافر ومن متواتر، ويغفر لنا خير غافر حتى لا يبقي لنا وزرا ولا ذنبا ولا سيئة ولا خطيئة في باطن ولا في ظاهر. يا خير الغافرين، عم بمغفرتك جميع ما كان منا، وبحقك عليك وأسمائك وصفاتك وذاتك ورسولك وكتابك، لا تبقي لنا زلة إلا محوتها، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا تدع فردا من صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا حاضرين ومن يسمعنا وأهل ديارهم إلا كفرت عنهم الذنوب والأوزار، وغفرت لنا ولهم يا ربنا يا غفار. يا الله بارك لنا في رجب ليالي وأيام وساعات ونفحات، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا جميعا رمضان، واجعلها أشهر فرج للمسلمين وغياث للمسلمين وصلاح للمسلمين دفع للبلاء عن المسلمين. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال.